تتواصل جهود الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن ولا سيما الأسر الأولى بالرعاية في جميع محافظات مصر، ويواصل التحالف الوطني جهوده بالتنسيق مع مؤسسات العمل المدني لتوفير السلع الأساسية للأسر الأولى بالرعاية قبيل شهر رمضان المبارك. ومن ضمن مجهوداته قطار الخير الذي وصل مؤخرا لمحافظة بني سويف. قبل أيام حلول شهر رمضان الكريم، يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده لتخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية، حيث وصل قطار الخير إلى محافظة بني سويف. النهارده عندنا قافلة، القافلة دي بتكون مرتين في الشهر، فدي أول قافلة لينا، والجمعة الجاية إن شاء الله يكون عندنا قافلة تاني. عندنا مساعدات مختلفة زي الشنط الغذائية وزي الأجهزة بتاعة العرايس وأجهزة كمان للأسر المستحقة. إحنا النهارده بنستحدث في قرية العون بنستحدث 250 أسرة، بنوزع عليهم شنط غذائية مكونة من 3 كيلو مكرونة، كيلو سكر، 2 كيلو رز، كيس ملح، نص كيلو عدس، لوبيا وفاصوليا، يعني تشكيلة من المواد الغذائية المختلفة للتخفيف عن الأهالي في شهر رمضان. أعضاء التحالف قاموا بتوزيع الكراتين المحملة بالمواد الغذائية، وذلك من أجل تحقيق أكبر استفادة لأكبر عدد من المستحقين. انبساط الناس بالحاجة ديتي واللي احتياجهم ليها، والحاجة كانت تعتبر بالنسبة لهم فرحة كبيرة جدا من جمعية رسالة ومن التحالف الوطني، لأن طبعا احنا داخلين على شهر رمضان ومكونات السلع وقد إيه الأسر بتستفيد من الشنطة ومحتوياتها. احنا نزلنا على كذا قرية، يعني النهاردة كنا في بني سويف ماسكين 4 قرى، اللهم بارك، يعني وصلنا لعدد كبير حوالي 250 أسرة. عمل متواصل للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية بمختلف أنحاء الجمهورية.